Afif, you hash. The most dedicated, and it's clearly stated. Most of my crimes have always been rhyme related. Most of my crimes have always been rhyme related. The most dedicated, and it's clearly stated. Most of my crimes have always been rhyme related. Most of my crimes have always been rhyme related. بشر العامة إن أين عاد رؤوس الأوهاد؟ بدراما من الطامة في موسم الحصاد زيف بلغ أشدة وقتلت المدة لذا ربي تعصي على الرخويات والردة هم في الطابور وسط إعلام مخور أحاربوا القاذور بفكر ديكتاتور انحطاط فوق العقدين بعد الألفين أذكر باب فرج يفهمون ما بين الفخذين في تونس الحق يصدم الشعب كآل جنغيز خان لما يتيم الرعب رغم رفضي للتلون لإرضاء العباد لن أوافق وأنافق وغادر البلاد ظلال بوتين في كل مجال أنا أوان نفي جدان في طي النسيان فان كان من كان حيوان جان إنسان لا أمان من المآل بين يدي الرحمن الفاتحة مزق وصال البيت إربا إربا إلى الجحيم معايير مع شرق قردة دوادة أساسة والظلام أعتم نكحتم ولا أعلم مخافي كان أعظم ساهونا تكاثروا وثقنا نافقوا نتبنا تجاهلوا قسمنا فنهبوا أردتم دواء فوثتم الداء إذا تفرقت الغنم قادتها عن سنجر باء مقلوب في أرضهم الذرات فن حاليا الصح قل الوهم هل تكالب الرعاة يأس حل الشعب ذل فلا نعلم قضيب من في الشق من كفى القدر شبعنا أيام جمر علنا نفس صبر حكومة عذاب قبر في ذل تكاثر الدجالين فنتمثل لهم في صورة حشاشين game and it's crazy how these motherfuckers ain't come to the conclusion I ain't dropping out rhyming with the beast small gone in times we're living faggot is about to be the norm fuck living by your standards perish for rap's sake real recognize real fake out the lies Drake sky's the limit but I raise the bar beyond it beyond what's beyond it ain't ready for what's loading dystopia throws hoes curtain bros all it shows is those clones foes overdose when it be flows pros out the matrix creating the gap choking a laughing had to grab you called grab I was here before you even know you wanna learn to spit still here a decade after still you don't know to spit and your vid views show the audience and shit so tear headies I am to go eat a dick You better run and hide, it's an act of genocide صد ما حرب راب مش حب وقاساي Better forget the rhyme or we gonna eat you fried ناكلو كني ومش وساك بلا سلايد هنشيت زايد Topness certified Wish flow fight All the fiends unified How we try World rap purified Everybody niggas up left to the right من مارش ندفن دي عرش مقنجي تست مايك خنجي تكست مبنجي ربي خمجي
كانجي منجي كلانشي لالارم يخرى في الاسعاف جيت بنا بالم اختر صنفو سيد نفس ننفخو تكنيك ميكانيك سنزو كونفو تليبيت وزير وناس قريب من الحسن ربي كيلو خرين ببليك قالك هك تتحسن هيب هوب عربي نسربي كان نسين امي عطتني الحسن الحسين سقطوني عينين موسيقتي تتسمع فلف تركين مش مسيس فوتوكو بيت جيج ماكين عندم عليه ربي ما استحقش بالريح مخي براحتك السف جرابك ننح قطعوا العلب على البيست مرضو 360 نمي ياكل شد مغضو You better run it hard it's an ancient genocide زاد ما حرب راب مش حب وقاساي Better forget the drama we gonna eat you fried ناكلو كني ومش وساك بلا سلايد هنشيت زايد Token certified Wish flow fight All the fiends unified How we tried Raw rap purified Everybody niggas up left to the right هو لا يستغرب الشيء في بلد فحص الشرج هنا الفن سقوط سراويل افلام فرج ولا حرج عروض للهرج والمرج اية ملة هذه عذرا الداب خرج فالراب لا يقفلني بل اعتني به قال لي دب ام دي فقط الوصفة تفلوي وفي شكون تسرقو خلق ملح ملح تلح مسيز ولا ويزحرو فلو فاناتيك ونفوري لك اريرك شيخ لما يجيك يفسخ لك كاريرك اوثنتيك ستايل ومخلي المفرخ بيتا زبليك وللميديا والملايين مشاهدة You better run it hard it's an ancient genocide زاد ما حرب راب مش حب وقاساي Better forget the drama we gonna eat you fried ناكلو كني ومش وساك بلا سلايد هنشيت زايد Token certified Wish flow fight All the fiends unified How we tried World rap purified Everybody need Cause I'm left to the right ما عندناش دخله ليه تحشيك وفر فيك تيي تحشيه تيي اسمع كلاسيك رديت استنست ديجا اللي باش نخرج نسهر يا حسره يا حسره وعندي بروجرام سوشي شنو في سايخ استنست بالعيشه الباهيه انت وتخرج تسهر يا شد قدرك وشد دارك شويه نسيت اصلك مكمفن راك مكمفن في دارك امان فما دوزي طارت في البشره الكتابه والكورونا هكا هو خويا الحمد لله يا ربي وديما فرحانين ديما فرحانين عسلامة ناس كل مرحبا بيكم دونك شنحوالكم ان شاء الله تكونوا ناس كلكم ماكمش فرحانين كيفنا بحكاية الكونفينمون فالكوفر فو كوفر فو خطر اشتموا رائحة الكونفينمون في الويكان اي ماشي هكاك وي الكورونا قاعده عاطيه مسد بيزرمهم حتى اللي كاف في جمعه ملي كانوا 1000 ولو 6000 هذه حاجه غراب على الاخر العباد شو نقول لكم برا فاكسنو وفاكسنتو ما عرفتش نقول لكم شدوا دياركم وشديتوا خويا عبد الله شدوا يا عبد الله تحبوا عليه يا خويا اسمع كان متو برتو كاو يا خويا على غالب سيرا شو انا خديت التسافير مالي فات فما كعبة كورونا انا تقصت بربي عايش خويا ما غير بلاسمون دو برودوي والله ماذا بيا يعملوا لي برمو التسافير خذ البيع باهي دونك صافا لو جاي لاباس عليك ما عندك شيء جديد الحمد لله باهي دونك انا عندي شو يصير بالصم حتى شيء ما يصير بول حاجه باهي رجعنا لروبيك انفيتي او موا منعنا حاجه يا خويا دونك معنا الضيف اللطيف الطريف العفيف مش يا حاج زيدك المخرى نخطبه اللي هو دبليو ان دي تصفيق على دبليو ان دي معلش البوكس تنزل على التصفيق ما تغلي وتحكي وحسبوني مش هوني الولاد يا سيدي نعملوا الدخله نتاعك مرحبا بيك يا سيدي صافي سنو في بليزير اللي انت معنا انفيتي والله ربخ حتى انا شيخ على خدمتكم دونك هاي وتات حليت وي وي وما اسمعوا ما كانش صعيبه قلت له دبليو ام دي فهمتني قال لي بريك اوكي من بعد قلت له ما كملش قالوا على السلامه قال راني جاي راني بالثنية خذيت التاكسي صفا والله الحمد لله شو عامل فيك الكوفيد منين نبدا ما نعرفش تصرف خويا كونسيراتك مثلا مانيش سهر نسهر في الدار دونك بيتوتي معناها عاقل تقول ذي عاقل ما عندك حتى فكره نخمم على سبي ايكونوميك تاع الحكايه اكثر من انه انا تحس مخذوا قرار جوست باش هاو كتاتير ملين خاطر شنية هي معناتها العشرة تتسيب دونك ظاهرة نتاع هانا نشاركوا الأولاد وكيفاش طبيعتك في الدار العشرة معناتها ما تلقيكش فوالا مرحبا بك مرة أخرى خويا دونك هذايا ليميسيون تاعنا شلبق ليميسيون تصورك تعرفها بالجبل شلبق أنا بيدي هكا ومرحبا بك خويا هنا الرجلة شلبق راهي هنا ما ترحمش لوج ماذا بيك كان تعطينا الفهرس
نسيت. عندنا بزيز فهمتني. وبعد عندي قيت ارتيكل عجبني باش انا بيان سور الانترفيو قبل بيان سور اي بيان سور باش نحكي شويه على بزيز ولا الانترفيو قبل الانترفيو قبل اوكي قبل بزيز نفخوا بضيوف جيبونا شي سنتي وقهوه نتصور في مع بعض مثلا ما تعرفكش وي لا معنا نحبوا نعرفوا بيك اكثر وبعد بيان سور ما لابش تحطوا لور ثيرد هكا مهدي دبليو ام دي في ما حضرناهش على غالب مانيش خالتي ما خلطوش جست فما شكون قال دبليو ام دي نيك في الراس حضرت له في كونفيرونس و سيتي اقوى ديكوفيرت ظهر لي على فازت الاي واتش عندي الحق نقول علي الاي واتش خدمنا معاهم وصح صح بالقدر وجاونا فترة هذيك كانت كونفيرونس هي ما تقولش اي واتش جاني تو في الوريه قال سامحوني اي برشا برشا ديما فمك لي رياكسيون تاع شبيني ما نعرفكش يا اخي اي فم برشا كلام هذاك انا ديما نحكي على تقصير ومعناتها مانيش ننتج على بعض وزاد داير انا بيدي كيريتك اول مره ما تفرجت فيك اول مره وقتها سيتي في غنيت نيك زب قلت شبيني ما نعرفوش الجمله السيده هذيا وتحسوا تحسوا عجبو اسم الديتر نيك زب تسمعني شنو تيليك الزبك على فهمت كيكا انترجكشن اي والله بالرسمي حسيت روحي كاني نسمع في رابور معروف وكل كل ما لي غير المهم ما نعرفوش مي سيتي اون ديكوفيرت تحفونا برشا برشا مرحبا في 2019 هو اللي وقتها سمعتها اول مره لا اقبل قبل لا قبل وقتها اول مره في انترفيو مع بنديرمان في موزايك اي بس انا هذيك الاكتشاف وقتها اول مره جينيرالمون يقول امباير هو راه معناتها هو يقول امباير ولازم واحد في بلاصه الاي اي ما المشكله انا ديما نقول امباير اما كي قعدت مع قبيله قلت لي امبير يا ودي كونتر سترايك في بلاصه الاي ولا تحط روباز لاباني بو ديما تدعوا بيه فما شكون عيط له امبرو امباري امباري كذا جمبري جمبري ما في مصر يعيطوا احنا دخلنا ديريكت في الفقره تاع ضيف مش عامل كيف ما غير ما نصيب هذا مرحبا على قدرات فهمين بعضنا فهمتني خسرت نلقاها محطوطة هكا ديريكت ولا محطوط ولا على ما على كيف قدور العب وحدك العب وحدك هكا بالازرق اي يعطيك الصحة يا سي دبليو ام دي خويا فما الببليك يحب يسألك يقول لك من انتم عرف بنفسك رابر نكور عندي مديدة ندور تي على فاصون دو بارلي نكور عندي مديدة ندور ونعكل مش أعز حاجة اللي ما يعرفش يجوجلي ولا يوتيوبي ولا يدخل سبوتيفاي ولا اللي هو تكتب دبليو ام دي معاها مهدي ولا وحدها شوف لي ريزولتا ان شاء الله حاجة تعجبكم وكهو وي ديجا معناتها فما لي دو فريستايل اللي موجودين هما معروفين بالقدام قدام تاع اي اف ام اللي هما فايتين ديجا المليون اللي عملتهم انت فما فريستايل وحدك وفما فريستايل معاك الشبيبه نتاعك طياره على الاخر موسيقى برجوليه ليريك اللي نحكيه وكل شيء حاجه طياره على الاخر هي اول مره يمكن نظهر في بلاصه مينستريم وقتها وي وي داير حاب نسكلك انا على الحكايه هذيا علاش جيتنا الوك انت نتصور كانت عندك اوبورتونيتي باش تهضر برشا مرات في تلفزه علاش اخترتنا احنا انتوا ما ديجا علاش اخترنا من السؤال باش رجع عندنا يا سيدي بابا حبلو ربي باش تلفزه احنا ما جيناش قول فيها هو هنا القعده هذيا مالا قالوا احنا ما جيناش احسن الكل والله حلوة لوش سمح لي قصير شاف عم 500 تفرجوا وشو هاد لهني سمح لي قصير عليك لوش نرجع لك شنين سويل قبل الرجل يغلي ليش شو اسمه الروبريك شو اسمه الروبريك بعيدة بعيدة ضيف مش عامل كيف تمن أنتم قال لي ايه ولا لا لا الروبريك اسمه ضيف مش عامل كيف انا همتي لهني انا ممكن تعملش كيف لا ماكش تجس جاوك به جاو به ديجا من الحاجات اللي خلتني نجي هي اللي سكيلفو سافوار انه هي انا مانيش قاعد نخدم برشا جينيرالمون نمشي للبلاصه حاجتين يا اما مع نتختنتو ما نربح عليكم انت تعرف اللي نعرفك في الدنيا مش ونعرف الكونتنت نتاع الاولاد نعرف الشين نتاع مخك عجه نعرف لي شين نتاعكم يوتيوب قبل ما تكون فما حاجه اسمها بوبلي فهمت دونك جاي في قالب سمعت بوبلي لا هاشتاج ميساج كوي ماهوش داون جريد البوبلي اما هاشتاج كلمنا قياس مش دا معناتها سي جوست بور دير انه فما نربحوا على نفس الفازات نعرف تتبعوا انيم مانجا كل اي ربوخ هذاك الكل فهمتني اهم دو كولتور فوالا فوالا علاش اخترتكم مش اخترتكم اون فيت عيطت لي وجيت الدعوه هو سكيل فو سافوار هو شنو فما 200 غرام كابيتال ريسبي
الحقيقه سي ريسيبروك خويا خاطر ليه العبيد نجم تقول لك جاتو اوبورتونيتي مشي ليه راه مثلا بعد الكولابوراسيون مع لطفي بوشناق البرود نتاع نو فلورتيني عيطوا جي ديكليني ما مشيتش ان سيرتان مومون زاد ليميسيون تاع امين غار ما مشيتش تصور معناتها انت بيا الزردي تعطي فيا في في رايها والله انا من رايي ولا رايي ولا رايي بلا يتعب مانيش من عباد الاضواء ومانيش مع الرافي روحي مع كرونيكور يتزومر ويفقس في كعب عظام على درشكون والاخر دار وماذا ترد وعباد تعيش جوست على تنسيون تنسيون يعمل لك تنسيون باش يا اخي تفهمش ما تزرف انت ويصيرك المومون نتاع باش يولي هذاك التيتر التيتر نتاع الفيديو كليك بيت هكا التيتر نتاع راهو انه يقول كذا كذا ما عندكش مشكله مثلا الموزايك تمشي نصاب مشيت موزايك شو موزايك مارتين مشيت اما شوف معاشكو بنديرمان وثامر المك اوكي معناتها يا اما عبد يفهم في الكولتور الالتيرناتيف والا عبد فنان فهمتني مانيش مانيش الرافي روحي نحكي مع عباد معينه حاشتها جوست بالفيوز ويخلقك المومون اللي باش يقعدوا يحكيوا فيه في القهاوي مانيش غادي فهمت معناتها تخدم بكيفك كيف تحب تمشي الاميسيون بكيفك اسكو تعجبك ولا ما تعجبكش فوالا ليه وزاده انا فانا سيتينغ باش نتحط يعني اسكو انت كارتيست باش تتوهر والا والله عنا عليك فيشه ورينا وريتنيك مع واحده لبسه سترينج احمر المره اللي فاتت شنو هي معناتها شكوني هذيك تنجم تقول لنا تصارحنا اليوم شكوني هذيك ركزي على الغزره هذه انت بس الحاكم تدو في كهربا ونمشي شنو جد بابا دو بابا عنده 21 سنه ونمشي شتي تسني يعني بون تريز شويه الحكايه في انه ماشيين ياسر في هاتك الاعراض انت تشوف كليت شوز في امريكا يجيب انفيتي نضحكوا مع بعضنا مش على بعضنا لان في تونس فما كولتور نتاع تقشتيل مش معناتها انا كان نمشي باش ينجم هو يقشتلني ما تقول علاش الواش عليا الاعصاب باش راسيلي قالب بالطاوله ولا مكور بيه خاطر ترى العباد يجسوا فيهم في جسين نقعد بيت كيفاش ها اسمع يعديو فيا هنا كاميرا وضو وتوا مثالش بقلي اللي اضربني ادخل فيا سبني سبني المفيد عديوني في التلفزيون شافوني برشا وي 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 اي تعرف شكون شكوني اللي عسلامه جست ما فما شكون سالي وما ويني شو مشاي تقص على لايفك انت يا ولدي بسايبه هيا ما قاعد تقول كلمه ما قلتليش فما شكون ضيف يحكم لهني عام كيف هاي جوي بي يا تعني في الورقه اضرب يا سيدي اضرب خويا اضرب الاولاد في الكاميرا انا قاعد وهي واقفه راه جست معلومه عمرو ما يسيبوا لي قديش طولي الحقيقه مستراو طولي الحقيقه مستراوني في فريز لحظه برك شنو تفضل اعمل البيب تاعك اعمل البيب تاعك اعمل البيب تاعك باش تلقاني بعد في اللايف تاع فريز اللي وقت ايش اللي هو العشرة تينا العشرة اللي تدور العشرة وتدور العشرة ساعة اخرى ساعة اخرى باش تفضل يعطيك الصحة باهي ارض من الكرسي ومشي نقز تكربس برد برا سيسا به قص علينا والله سي با فري خير باهي باهي القصص باهي كملنا باهي نحط اوتو تيون ولا ما نحطوش اوتو تيون انا في بالي القاعده ليه ما تقوليش ما حد يتشطر ما حد يتحط اوتو تيون ليه حط اوتو تيون يا العفيف حط اوتو تيون باهي والله جست على فاست الاوتو تيون وكل انا جست نحب نقول حاجه جست نعطي راي انا بعد كنت نحب احكي فيه الموضوع هو استنى جست مداخله صغيره مداخله صغيره قداش نحبوا بعضنا هكا راه ديما نسيرش بيسيرش خاطر لو جاي ما شاركش برشا مداخله صغيره هاك المداخلة قصر تفضل بعد نحب الشباب يسألوا أسئلة خاطر رافي أسئلة شباب اللي مهم ده أقول لكم يسألوا أسئلة المادي وتو جاوبك بس عاد جاوب على الأسئلة الكل الحق في جد جوك لا فلتري فلتري دوت جوك نعمل لك دوت جوك لا تده من يقرر تده من يقرر باي أوكي هو اللي ده أسمع فلتري أمريك الأمريك أمريك تخافش لا مش خوف مش ترسلي نتخردق فهمت لا لا جاوك به قبل أحكينا على عظمة ودرا شنو نجي ونحطوها هنا لا 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 هيك بس روحك واحدة جيست على فاست الأوتوتيون وكل شيء هو كونسيبت كامل راهو أوتوتيون بلاي باك معناتها برشا حاجات ما تلقاش منين شدها جيست باش نعطي رأي في حاجة برك عندي توا ثلاثة جمعات حضرت في سبيكتاكل نتاع رابر يا خويا سبيكتاكل هذاك تي معروف على الأخر سبيكتاكل هذاك قعد نص ساعة وبلاي باك وصل أبار البلاي باك المشكلة فما أغنيات معاه فيتورينج مع دي رابر أخرين
الرابور الاخر موش موجود والسيد معطى شد ميكرو ويغني في غنيات السيد الاخر معطى تيزي معطى طالع بيت مخلصة فلوس باش تجيك تحضر لك شكو بشي كاروكي تحضر ما تخلصوش بلاي شنية الفرق بين انا جيت حضرت لك لايف نغزر لك والا انا حطيتك في البافل نفس الحكايه جوست ابر عنك تصويره قدامي معني ما فما حتى شيء هذايا اللي قاعد يصير في السين توا نتاع الموسيقى في تونس وهذايا قاعد يصير معناتها بصفه عامه حط تليفونك سيلونسيو بصفه عامه هذه حاجه غراف على الاخر معناتها اسكو انت معناتها تي ابروف الشيء هذا اللي صاير ولا لا على خاطر برج وليا مهدي انا رايي لي حاجه خايبه على الاخر وسامحني طولت اي باش نعطيك انا شنو اللي صاير في تونس في تونس ريت انت كيفاش تعمل كوبي كولي على حاجه صايره البر ما هو مش احنا خلقنا البلاي باك ومش احنا خلقنا الاوتوتيون وغيره شو يعمل هو يشوف يختار الفورمولا السهله يعني يشوف اسهل حل ويمشي يابليكي تبقى اللي يخدموا بلاي باك لبرا تلقاه واحد يفارع سيرسين وعامل كوريغرافي دونك شي يبدا يلهث دونك ما عندوش السوفل باش يبدا في تونس العكس معناتها في تونس يجي يغني لك غنايه يبدا يمثل معناتها الببليك فما راهو برشا بارامتر الببليك ماهوش اكزيجون يخلص وما يهموش يقعد يغزر لك اكا ولا يغنيها معك ولا اللي هو معناتها انت دافع درا قداش كاتت وما يهمكش من بعد اسكو هو يدي خليه يعرق خليه يحللهم الفليسات فهمتني هذاك علاش ولاو عربنيه تلقاه يعمل لك نص ساعه لهنا ومن بعد يمشي لك نص ساعه باش يطلع دراوين دي اليوم فما دي دي, دي رابور ريزيدون في 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 بواتيت باش تحكي لي يسكا في البيرو دونك يعني ما انا مانيش باش نجي نقول لك البلاي باك ما يجيش اما فما سي دو كا بار كا معناتها البلاي باك هاني قلت فما عباد يخدم بلاي باك على خاطر فما والا لو فرضنا فما مشكله كبيره ياسر في الماتوس حطوه كمان نمر الواقع خاطر فما ساعات تعمر فيش تكنيك ما تلقاش الماتوس اللي طلبته انت فهمتني فما طلعه ماتوس هو الماتريال فما طلعه تعرفش عمل لي تشوف خاطر سورتو الفيترينا نتاع تونس لي رابور اللي في الصداره ما همش اكزيجون في الصن هذه حاجه مبهتتني ومن بعد تجي انت معناتها من الاندر جراوند تبدا مقدر الخدمه اللي تخدم فيها تقول انا مثلا نحب انا شور اس ام 58 لهنا نحب تروا روتور نحب كذا وتتدخل في الريجلاج وتتدخل في كذا وكذا عارف اش قاعد تعمل وعارف شنو طالب من الاخر ومن بعد يجي يقول لك يا اخي شبيك انت اش فما عاملهم هذا الكل هاو فلان الفلاني يجي ويطلع بلاي باك وما يهموش سي نورمال هو بلاي باك سي نورمال الميكرو مش باش يعني له شيء انا قريشمي باش نخليهم سير سين تمسارني نهبطهم سيرسين قدر في العباد فهمتني يجي يقول لك ها فلان الفلاني وباش تطلعوا زام فليغا سيرسين ليه نطلع وحدي ما يبكي عليا حد كان شي التيتر فيه ارتيست صاحبي معايا كيما تو نبارتاجي في السين ديما مع امباير عنا غنيات ديجا كومين دونك نطلع مع بعضنا اوكي نبكيوا على بعضنا ما عندي تيترويتي وحدي ولا عنده تيترويتو وحده نطلع نمليها السين وحدي من غير ما نجيب معايا لازم فليغا لا والو معناتها تخش عليهم ياخذوا في اسهل حاجه تصير البر راهو هذا سابليك في كل شيء تو تجي انت مجلس كي كان فما مجلس حسن اي النواب تجي تقول له شبيكم تتعاركوا يا هاكا في البواب في البلاد الفلانيه تعاركوا شبيك ما تاخذوا كان حاجه المعفطه هما هاكا مو يعديوا في قوانين تصلح للعباد كان يوست كي طلع برشا عباد جاب 50 رقمه ودو له سلام فما حد ما خدمش دونك ايش يعمل ياخذ لك نلوجوا على الفورمولا السهله هو يا اخي الراب توا النجم نلخصه لك في يجي ساعه يغني ومهمش رابي ويجي يعمل لك فراز موزيكال يعاود فيها ومن بعد يقول لك راب ليه الكونسيبت تاع الراب انك ترابي مش انك تغني بطبع. فهمتني وبيسكو ما يعرفش يغني هون يجي حكايه لوتو تيون باش تعدل لوتو تيون دونك خاطر لوتو تيون هو اوتي ساعه رابتينو بنيو سكول راه موجود اكبر من عنده معناتها 20000 مليار سنه لوتو تيون من اللي موجود يا اخي من وقت الراي من ايام الراي وهربت عليا عملتها بيا جوست تذكير لي فما ديجا توا 720 انسان قاعد يتفرج فيه مرحبا بهم بيزو الجماعه معناتها علاش تستعملوا ككاش ميزير استعملوا كاوتي يصلح كون عندك انت نوع من المؤهلات وصلح باللوتوتيو فهمتني معناتها تقول لي فما دخاليه على الميدان لا ما نعرفش ما مش باش نقول لغه الدخاليه لو شوف اللي فورمولا سهله يعني نفس العبد تيعمل فاست كون بلوس تاو والله حتى حديث يجي بده حديث ساعات يجي تقا يخرج لك يعارك رابور يقول لك شبيني ما عيطوليش في لايف وكذا تاو انت ماشي سارق واحد من الجماعه اللي في الفيترينا اللي نحكي عليهم مش يتسرقته وتعاود في نفس الفاز اللي عم فيه دونك هما كي حشتهم بالجو هذاك ما باش عاودت ولا ذاك مش اللي تتع... يعني كان جيت انت تخدم في فازة اوريجينال ما تشبه لك كان اللي كنتي وكان انت تعمل فيها
تيقول واه تيان ولا هي عنده فازة انتريسانت كان انت خلقت البزوان انه يعيطوا لك تعيطوا لك وقتها ما تقعدش تبكي شو ما يعيطوا لك شو انت تعمل في كوبي كولي على حد اخر اكزاكتومون اكزاكتومون بليك انت معناتها تحب تقول حاجه فازي فازي خبيلك انت قلت حاجه تريز انتريسانت اللي هما سؤالي اللي كنت نسكوتش نساله لك على لفات انك تقدر روحك وتعرف روحك قداش تسوى معناتها كي تطلع باش تعمل شوكيز تعرف روحك باغ اكزومبل انت نقول في نيمبورت كوا تقول انا باغ اكزومبل 15 مليون هكا كان عطي سو وفهم عباد جيت تنجم تكون تعمل في نوامر اكثر منك ما يجيك يقول لك انا نطلع حتى مليون ما قال صايره عباد تلعب على كثره هذا خاطر الشيء موجود حتى في اليوتيوبرات عندنا راهو معناتها تكسير مرشيات يجيك يطلب منك حاجه خياليه تقول له انت باغ اكزومبل 6 مليون وتبدا معناتها لو مينيموم باغ اكزومبل يجي يقول لك تي لا هذاك تو يخدم مليون فهمت هذه حاجه اكزومبل ابعد وراه كل حاجه قاعده تحكي على الموسيقى لهنا في الموسيقى باش تلقاها ابليكابل في اي دومين اخر والله حتى في لي برود تبدا برود تخدم على روحها ولا اجونس تاعكم فما كليون عنده ما فوالا فما انونسور عنده كونترا مع اجونس تجي اجونس اخرى حاله تجي باش تعمل هذا يا راي صايره يجي نخدم لك 3 سنين بلاش يا معلم 3 سنين بلاش ما مش سرويل وطاح هذا كل شيء طاح كل هزني بشني المفيد يجي عندي من تكسير مرشي لي برود تاولي حلو صغار يا اخي شنو هي رسماله باش لوكاسيون دو ماتيريال باش نكري كذا اوبتيكيتي كذا لوميير هذاك باش ينجم يعيش فوالا هذاك يخدم لك ب 10 اسمع يجي نخدموا نعملوا لاني ببلاش يجا نخدموا خلينا نكسر خلايقنا وكذا وكذا كيف انا حنا نفهم برود تقعد تخدم 3 سنين كيفاش عايش هذا برشا سكروا صح انت في بالك الدوم معناتها الدوم شيء وقداش قدر ما عادش يرجع لك نهار تقول له خلصني برشا يسكروا برشا يسكروا دونك بارابور للجماعه هذو ما تعرف شنو هي المشكله اللي يورغانيزي ايفينمون برشا ديز ايفينمون يتورغانيزيو تلقاهم ما فيهمش ديريكسيون ارتستيك ولا العبد اللي له بالحكايه ما عند ما يفرقش ما يفرقش فما مره مع انسان ما يتسماش معناتها في الاعلام دار له امبير قال له تنجم تقول لنا انت كيفاش تفرق بين ارتست باهي وارتست خايب ما نعرفش نومبر دو فيو فهمت هذاك هو المقياس هيفا واه بخير ما فيروز تحكي لي تحكي نومبر دو فيو ما نفهم شيء فهمت فهمت احنا وين دونك اللي باش يعمل كسواف بين يورغانيزي ايفينمون ولا فيستيفال ولا ولا هي كلها اغاني شبابيه جيب لي هذاك ريتو في التلفزه فهمتني جيبوا جيبوا كذا وجيب هذاك وبلاي باك ذكر وقتها الفازه هذه ايش عنا منها كافون ثاني بوك وقتها نسيت ماش كنت لها غنوا نسيت ولا نسيت غنى يظل يحكي قدت الدولة يقل لا رأسه ما نسيتني بوق ما بلعك فهو ولا رمز متاع التفريق لا لا حاجة خلاص نذكر حاجة هكا شو عملوا له بالضبط مع حزب النهضة في أي سفري هذيك قرابة غلطة كبيرة يا سيدي ديجا ريت أنا كنت نحكي يسعي شخويا راه كافون يتفرج كيما كريستيانو رونالدو يتفرج في حوار راهو كافو توتفاسون هو لا بالعكس انا كافو ما على راب خد كافو يغني هو يشانتي فهمت ديجا في التلفزه تو يقولوا راب اخكلي ما عندي حتى مشكل معاه لا يبتسمي امور تسمع راب راب وغني غني هو بيت يقول مانيش رابور ما انت عرفتك لا لا رابور بس يفعلي كلمه مش حطك رابور يدي بتلاقي هاي ما كحبوك الشباب انت وتخرج كلمات مربوطه ببعضها فوق مريم في الاخر رابر فما الجمهور مقبلك يسأل شنية WMD الكلمة ديجا weapon of mass destruction عودة weapon of mass destruction والله نحقروا فيه نحن جماعة لاني ما نقول تحسن جي اسم حربوشة شايخ تايريو هكاي بوبي دي بدي هكينا فيك عن فيت فما غنية منعرش انا كنت نتبوهم فما التوسكي اوديو يهبط على ساوند كلاود قبل ما لي بلاتفورم يتفرجوا على ديجيتال وتاع ستريمينغ وكل شيء فما غنيه اسمها تيم دبليو ام دي ثيم تحكي على دبليو ام دي شنو لي سينيفيكاسيون الكل خاطر من بعد بدلته كذا الرفران كل يمشي ويديكوفريوها ولا ظهر لي موجود على سبوتيفاي يدخل سبوتيفاي على سبوتيفاي وما تكونفرت فلوس على سبوتيفاي شكتبوا كي يدخل دبليو ام دي واسمعهم كل السؤال يطرح نفسه اسكو سبوتيفاي في مسوار انا اغزر لي انا برمي مشاكلي الكبار حكيتها انا والاخ دهمة راني نرابي من اول الدنيا من عهد الحجري بيسك مانيش بعيش من الموسيقى مالجري الحق تاع ربي راهو فيها فلوس وسيرتو توا وقت اللي جماعة الوتر يعاني وراهو جماعة الراب برشا من ستريمينغ ومن حاجات اخرى قاعده تدخل فلوس قول
السلام عليكم. السلام عليكم. دخلك ايه انتم جمعت الفريش. اهلا وسهلا. راح حس فما كاين كيستيون ولا ما نعرفش والله. كل مره عملنا سيربريز معليش بعث الفريز دخلنا. سمعت جوست كنت نسمع فيكم الانفيتي تاعكم ما تمشيش الميديا مش ميديا ماينستريم فازيت كل عندك الحق كان اقرب بالميكرو ولا مداخله جورناليست اكسبريس اف اف اي دونك ما عرفتش حتى ما عرفتش بس ميسيون على على الميوزيك اون جينيرال. اه حبي استدعاك. لا 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 مشيت اكسبريس اف مع وقت اللي كان زين بالمالكي غادي ريت يبدا العبد زين مالكي محلاها معناتها كوكو محلاها على الاخر اون فيت سيبلي العباد اللي ما يحبش يمشي لهم هذوكم ما يحبش يمشي لهم اون فيت. انا ريت المشكل مش في الميديا بيدها يعني سبحان الله كان جات فما يعني كوكي فاست وكان جات في الحوار راني مشيت حوار ما فهمت فاز اهم في شكون يقدم في الميسيون يعني فما عباد يسامبوليزيو انحطاط باش ما نقولش ما زلت ما سخنتش خاطر لا تحبوا سخن وسخ دونك العباد هذوما انا نيفيتيهم وهما يفيتيو فيا الحق تاع ربي فيهم شكون طلع تاع كندا الاخريني جوست مانيش باش نسميها علاش خاطر لازم الفوكال يعاينوا عدل المنافذ باش نولي عندي الحق نحكيها سينو تتعدي لي سلب. وي امور قانون لازمني نبدا. السيد هذا هز التليفون شبيك جبت WMD و Empire هاو عندي نورد و جنجون اللي انا ما عندي حتى مشكلة معهم الولاد ساشوكو هو فيستيفال حاب يكون راب والولاد يغنيو اما مش غاديك مشكلتي في شبيك تحب تقطع الرزاق بالضبط هاي علاش هذاك عايتولو فاش قاعد تعمل فهمتني يعني ريت كان واحد اخر ديركت وراو عندي الاوبورتونيتي باش نمشي للتلفزه ونتيتم ونبكي وكذا كذا كيما برشا عباد. ماناش غاديك وديكوفريت زاد حتى باش نرجع لك للواحد ديكوفريت يلعبوا على الكمية أكثر من الكيفية. ريت معناتها ريت كونتراتويت تاع نتا يلعب كل يوم يا دي ما يهموش الكاشي أنا في بالي معناتها اللي يبدا في الفيترينا يبدا إكزيجون وما يخلص كان كذا وكذا. لا خويا تدخل في كل فازة تاع تكسير المارشي أكل مفيد نخدم كما سألنا نحن في 2016 صارت لنا القنبلة الذرية قنبلة نعم هذيك جيت تستنفيتيها لا لا ميسي خاطر تبع في عندي برشا فيلم اللي بدات ليسي اوكي ما قلتليش هاي تراث عملت سيري دارتيكل في نوات خاطر سمعت تحكي على ثامر وخدمت برشا للمعنويات سمعت تحكي على ثامر ما هو البروجي بيبل بيت هو البروديوسر نتاعو اللي خدم خدمنا فيها اربع تراكات فما سيري دارتيكل تعمل بالعربي على رابتون في فكره قدام ميسي ميسي وانت كنت في السيري هذيك فوالا سينا للشباب اللي تفرجوا بعد هيك فما لايف اسمه فريش باش يكون معنا سيلو جاي بكاو في البرك ان شاء الله والعبد ولا لها بوميمه الطويله هذيك الطويله سلو سلو شنعت بالسب في الكومنتات شو يعني هنا ليه ليه ما تشمك فيهم هذوكم على الرواح ليه 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 وقف الميكرو مش اسمعوا فيك ما مش اسمعوا فيك مرحبا بك يا ديه كما قال لكم دونك بعد فما حتى مشكل قال لكم فما لايف تاع فريش بعد جوست بعد اللايف هذايا دونك اقعدوا يا جماعه ما تمشيوش حتى كي نيوفا لايف البوبلي هو كان جا الحكم تاع البارتي تاع البارح طوا هنا راهو ديجا وفي اللايف هذايا ورا طوا في لايف فريش الله غلط مرات مع بوزينك يا ديه دونك اما بعد مهدي ولا دبليو ام دي سبع عيط مهدي ابي تصور ايماجيني بيزار مهدي ما فهمت باهي خويا شكون بلينا جا عندي سؤال هذا شنو هي سؤال سؤال شنو هي هذا تاع كريستيانو رونالدو بعثوا من هيكو شنو الحكايه ما عرفش هبلوني سبام باهي دونك الفازه نتاع شكون البقبق ليه بقبق بقبق البقبق اني اغرق انسي اني بيع في الكنافه مريقل يا اخويا تعدوا للسؤال اللي بعد مذيع اخويا اخر مذيع يبيع الكنافه هذا بقبق اني اغرق حكيت عليه مره مع قلت اني للمره هذه خاطر هما حسوني اني واحل معاه وقت اللي انا ما عنديش مشكله مع البيرسون اكثر من انه الحكايه اكبر مني انا ومشخص هذاك نحكي ديما نغزر كولتور و اوت اوف ذا بوكس قال الراجل واحد السيد ايل سامبوليز توسكي انحطاط وفي اوكي سؤال مهم ياسر فمشكون سهل تتفرج انيم ولا يس هاي نحكي انيم يزينا من الراب والسين كلاسمون كلاسمون من غير سبويل اتاك اون تايتنز شين ما تقوليش ولا يكتبوها شينغي كينو كيوجين كينو كيوجين لا قاعد نلم في حلقات تاع
السيزون الرابع الكل دونك اشتروا لي ما زلت ما زلت قوه قوه هذيك على ذاك اللي سبويلي نبطوه لهنا ندغروه لا لا ماكسترا هذه بتخرج اسمع ديجا مانيش راه في الكومونتيرات راه ريت زلعه ريت زلعه حبيتني خضرك فيها تحب ون بيس انت عملت ريفرنس كبيره موغي ورانا الروفي لا لا باش نقول لك قبل الانترفيو بعد نحكي لا لا نحكيوا على ولا فازا ولا يا بن انت جو جو انا مراب انا ريت زلعه ريت زلعه انا المنيف فاكش فيهم انت فاهم تقول بيت تتكلم تتكلم تعملي سيرو تو ريست دو تا شامبر هو ما عندوش مع ون بيس او كالي اي ما يكره ون بيس يكره لا لا بزاق في وجهي الرش احداث الرش اذا في بوبلي دونك المقبله نتفرج صباح معروفين على حاجه اللي فان دو ون بيس في الانترنت اليوم توكسيك برشا ودي حاجه تغير علاش انت هاك فان لا 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 فما برشا الصغيرات تاع الكوميونيتي يقولوا توكسيك جور مثلا مشاو للحلقه الاخرى نتاع تاك اون تايتل قاعد يفوتيو لها لص باش تحت في الكلاسمون تاع هي تعرف تذكرني بك الحرب بين الاندرويد والابل والفان فان بويز الفان بويز تاع هذه والاكس بوكس والبي بي اس 4 بون 5 انا مازلت 4 خاطر والد فيس بس هذا جامد تاع 2021 فما كي عرفت فاناتيك لدرجه اي حاجه اخرى خايبه فما حتى في الموسيقى يسمع هذاك دونك الاخرين كل خايبين التعصب نتاع الفوت باهي دونك جست باش نسال اخر سؤال اذا مازلت ما فاضيتيش راه وين الموضوع الموضوع بتاع ما بيش باهي دونك انا مراني بدي راهو سيرش كعبه بكعبه تبدا صغيره تبدا تغفص فزيد هذوما انا ذكر وقت انا كنت فارغ عملت جروب فيسبوك اول ما طلع عملت جروب توس كونتر لي جون كي بونس كو ناروتو اي ميو كو ون بيس ما انا حاجات بما يسر فهمت يا معلم ما بو فجاني جيت في السابق قال لي فاش هيك فسخت بون باي ذا واي عندي انا وان بيس هو الجوتر بعطيني كلاسمو اعطيني كلاسمو كلاسمو تاعك خمس لا ريت ريت بعد وان بيس انا شو باش كل واحد ياخذ حقه مثلا ديما كانوا اي ديجا نسيت اسم والديه الانيم ولا مين ستريم ياسر اللي تولي ما تفرجتش فيه معناتها انت كافر و دراغون بول تيلي اللي فيه شي نيجامي ديث نوت هو غير عادي راه السيناريو ينقب عندي انا طرح شطرنج وكل شيء ماهوش في التوب فايف عندي انا عندك باهي عندك وان بيس هاجي مينو ايبو وي خنيفري جاوي خنيفري خنيفري ناروتو سيزون قبل شيبود اوكي هاي متفاهمين من بعد في البرود دخلت في حيط ديجا حتى السيزون الاخرى حتى ليبيزود 134 حاجه هكا لا لا ناروتو تبلبس في الاخر المانجاكا وقاعد يكتب يمشي كمل روح كمشي زربيه هيا كمل الحرب انا يلدوا اسيومي علاش ما حبش يقول هو ناروتو ساسكي جاي زوزو يحبوا بعضهم ساسكي ناروتو ساسكي ناروتو يبرش شنو الفاستا كوتاي ميكاسا ما طلعت راجل في الاخر شي ميل ما عندوش ليه ما عندوش ريفيرونس ما نقولوش حرقه لا لا مش سبويل لا 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 حرقوني لا لا جوست فما لقطه في الجرافيك عملوها بخايبه ياسر ديكو ولات شبه الراجل اه عملوا لها لحيه لا عملوا لها فم كبير كيقول جوجو كل خرجه من جوجو وين وصلت انا؟ ريتا شو ناروتو وبليتش وجوجوتسو نو كايزن وديمون سلاير وراهم كل فرد كلاسمو فرد عائله ولكن ناروتو جوجوتسو كايزن كيف كيف معناها واحد ديمو لاخر ديمو واحد عنده صاحبه يشبه شويه ساسكي ومعهم طفله سبحان الله وبروف يشبه الكاكاشي بالضبط يا فما اي ياسر هذيك واحد مغطي فمه ولا مغطي عيني عيني زوز عرفت انا غطيهم زوز صح بار كونتر جوجوتسو نو كايزن الفاز اللي انه الانرجي نيجاتيف ولا تتجسد تولي حاجه عجبتني على الاخر انا مسيتني ان ديريكتومون حتى في الكولتور تاعنا يقول لك اسمعني عرفتها تقضي حاجتك بالكتمان وما تقولش تتعرض لك هذيك وكذا وكذا وانت ما تراهيش بعينك المجرده والما ورائيات ما ورائيات وشوي اخري كرم دخلوا لغه جن وكهو فهمتني انا من جماعه زاد جريت تيتشا اونيزوكا وجينتاما جينتاما شنو يحكي لك معاه ليه وريلز هذوما تاوني نتذكر احسن سين احسن سين ونكمل موضوع الانيمي احسن عندك في تاريخ الانيماسيون واش بني نسيت وان مان وان بانش مان اوكي بون انت مش جوك سمعت في حلقه تقرث فيه ليه غير عادي غير عادي اعطينا احسن سين نمشي ليه لا فماش احسن اما باش تكون عارك فهمتي سين اي سين ماركتك هو برجولي حصرتني انا اعطيك انا باش نعاونك البونيه اللي عطاه له فيل التريو تنريو بيتو ترابل سي هذوك تاع ون بيس خويا اضربني
ترى بنصيط على الكيس. عمري عمري ما نتفرج لما وقت اجو نتفرج ون بيس وعندي حلقه الكل حتى ال 415 نيكلومو نيك امي خشمه. اسمع اول عمل له ربيع بود نيك بوني في وجهك خشمك خشمك. السيد اودا اللي يصور في ون بيس برجوليه يعرف يمانيبولي مشاعر ليتريما، يحب يهزك ضمار، يحب يحزنك، يحب يضحك حتى الغل بالرسمي كرهت في دين والديه نتاعك يشرع ولقز هيلو تتورد حسب حال الكولور من الانيماسيون. ايه بالعمل الكولور طارت من الانيماسيون ولات نور بلون. اخر 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 سويه لي عاونتك. لا لا عاونتك على الانيماسيون على احسن سير بليز عم نزل سيرتك. اسمع فما فما حكيت عليه قبل انا فما وقلت لك عليه وقيته ودار فيك ما تفرجتش. فما انيم تعدى اندر جراوند اللي اسمه شيغوروي شيغورو اس اش اي جي. اون فيت السيد اللي صور وقال لك علاش علاش نعمل لك ضربه بالضوء وضربه ودرشني وكذا، خلينا نعمل لك الساموراي كيفاش كانوا يعيشوا بالرسمي تورنوا باك شاعتيف مسارنو مسارنو تهبط تدلدل ويبدا يلم فيهم وفيهم اكل هاراكيري وكذا. ماهوش جور سيلاريالي كانوا هكاك سيلاريالي هو حاجه جور بالنسبه لاني. وفما تكنيكات وعندهم خاطر في جابون لغتك الدوجو اللي ما عمره ما خسر يعلقوا بلاك وتبدا تتحدى فيه الجماعه تورنوا ينقب فيها 12 حلقه خفيف. كريم هكا كريم هكا شيغوروي فوالا سيبو نتعدي سؤال اخر نتعدي ويب زايز نهار نهار راح مقبل تحكي ربع ساعة على نيم وطوش في قطلي نهار راح ربع زوز أسئلة. خويا شبيك ماكش قاعد تختم برشا رجعنا نحكي وعرف شكون يحكي على واحد شد مخك عجة ما جاوبش علي سؤال ليه في ريتا ريتا خاطر ليه ليه شنو إجابتك انت شبيشين متاعك عندكم بوتنسيال زوز مخك عجة ما عادش وشبيك انت مش ما عادش ما عادش فما واحد بس حاضر في الصالة هذه سيبو زي منتج الفيديو عنده ثلاثة جمعات فما في مخك عشاء هاي منتج فيها هاي بيه هاي عالفازة حتى انا اخوي قاعد نحاضر في البوم دخلت دخلت مود كتيبة زوز تيترويت توا مكتوبين قلت خلينا ندخل في ريتم متاع نهبط على بعضه. الحقيقة نمن بالكيفية أكثر من الكمية لكن مقصر مال جريسا دونك قاعد نخدم في خدم اللي كل تيتر لازم يكون بروجي. شنو معناتها بروجي؟ حاجة معناتها مش غناية وتصبح على خير فهمتني؟ كيما فاز قبل الأخرى مع فما كليبات معناها؟ اي اي بالطبيعة كلهم ولا اي اي كلها كلها بالإيماج كل... كلها بالفيجوالز. الفازة قبل الأخرى كانت مع أوركستر الفازة الأخرانية كانت أنيماسيون 2D دونك كل مرة باش نحاول ولا حق جبت لنا حاجة ونكسكليزيتي والله والله ماهوش ديسريسبكت ورحمة بابا بجاه ربي نقصوا من الراب وانت تغني فاس كاميرا فهمني كذا نعملوا فازات الاولاد حتى بورتابل تنجم تسيناريزي حتى مخك عجا يا اخي ما عرفش بديت كانون 80 كدرفات تنجم معناتها تستنبط برجوليه معناتها لا 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 ديما تغيرني في تونس مريت حتى كل كرابور اللي عندهم الفلوس وعندهم الوقت اللي يعمل لك كليب تقول اوكي صافا فما فيزيون فلوس عنده فلوس وراه برود وضو سخط على مخي في الاخر فاس كاميرا ما كيبدا بيرفي عليه اما ليه خاطر ليه خاطر لحد في تونس اللي رابر بصفه عامه بصفه عامه ما فماش فيزيون ارتستيك يحب يهزها البيت. مثلا نتذكر فما مره حضرت على تورناج كل شيء تكتب لي ليتها معناها مش ليتها وقتها معناها نهز كاميرا ويمشي صور فما الفازه الاخرى ما نعرفش انا توا معناتها قبل الثوره ما كانش يوتيوب ما فماش بعد تحل يوتيوب يجي ارتيست يسرق كليب من البرة كسوا تريد سكوت ولا الهوى يسرق هالحكاية كما هي ويحطها للتونسي والتونسي ما يحلبش يا اخي الانترنت هيك مسايبة الناس كل كذا معناتها ولا اسمع تجي تحت باش تحكي مع الارتيست يقول لك انسبيراسيون يا ودي بلاجيا سرقتها سرقتها قدمتو لا لا انسبيراسيون انا راك باش تنزل تلوم حتى على العباد راه كيما قبيلي كان نحكيو على فاست سورسين وقت اللي تطلع تفرج في الرابر المفضل بتاعك يغني بلاي باك وانتي ما قلقكش معناتها زادة كيف كيف حتى كي تشوفها سارقها الرابر نتاعك ما تتكلمش هذه مشكلة زادة من العبيه يعني يقول لك التونسي مش اكزيجون وما الاوديونس ما تقدرش روحها يعني انتي انك مشيت حطيت فلوس ووقف تتفرج ماكش اكزيجون صارت لي والله على ليبوك جيت شو اسمه وقت جيت لورين هيل الكارتاج الدخله ب 80 كان صدقني ربي معناتها بزيت الفلوس يا 60 يا 80 نسيت تدخل جيت ساعه الدرجين ولا ساعه الدرجين ولا تار يعني اللايف تاعنا اطول كو العباد انا طفولتي قاعده تتمحقق خاطر كبرت على الفوجيز وكذا وكذا دخلت
بديت العبيد قعدت نستنى باش تقول سامحونا على الروتار كذا كذا اخي بوب مارلي على ايبوك ميك الكرتوشه ومنقدر فهمتني مقدر العبيد فهمتني اش عملت لهم هكا وي هير ناو وي هير ناو يا موحى هزيت روحي روحت خويا 80,000 80,000 تاعي شو قال لك ياسين قالها سوندس ياسين سوندس صاحبي الغول هذاك نكذب اقوى كليب تونسي واقوى تيت الراب في تاريخ تونس يا سير مشيو ادخل اليوتيوب تاعو تفرج في نكذب بعد اللايف بعد اللايف بعد اللايف واحد شعل اوكي شعل قال لك ونتحمل مسؤوليه كلامي ريسبي ديجا برشا ثلاثة ولا أربعة رابوريت تاع بريسك عودو هو الكليب هذاك وي فمش كون قال ابكي على الديريكتور داك ارتستيك المكدسي برشا حاجات تشوف برشا عباد من قبل قاعدة تسأله كل الشانل نتاعو الشانل نتاعو اسمها دبليو ام دي دبليو ام دي كهو هذيك هي ادخل شوفوا موسيقى وفما موسيقى شعبية شقا فيديو التاريخ نتاعها أسلحة دمر شامل شقا حرب الخليج اي وجست ربي سؤالي الاخراني اي فيس عبد الحميد خليتنيش نسأله يا روجاي سامحني سامحني جست للي على الفلوس اسكو الراب يعمل فلوس في تونس ولا فما زوز مستكرزين من الراب في تونس كهو شو معتها زوز رابريت اي بون فيهم ليه زوز يغنيو تاعو ماهمش رابيو فيهم واحد معناتها الراب ما يعملش فلوس علاش حاب تقول لا يعني تاو شنو باش نحكوا لك بالتي بالتي كان تاو يغني كان يرابي معناتها اللي يدزوا فيه وراب يزيدوا ما اعترضوش على الرزاق اما الاخرين اللي يقول لك وكره بدر شنيه وفهم برشا بس فهم برشا بس معناتها تبدا العاب يا تعرفوا كيفاش يعيش ما علاش يكذب ما سؤال علاش يكذب هذيك ما علاش يدخرج من جيتو مغلقين فهمتني جيت الارواح غرام اكسجين خرج اسمعني عندي شرك عندي بوتشز عندي كراب كذا حتى تكون سكيت مانيش جيت ويت معناتها فما فقر ومانيش نفس الكوميونيتي فهمتني خاطر غاديك فما امريكا نتاع الافرو امريكانز فما امريكا نتاع اليهود فما امريكا نتاع كل فماش امريكا واحده فهمت ابارا ابارا غاديك فما برودكسيون زاده فما غاديك اسهل برشا حاجه ثانيه فما اندستري فما خبزه العجله الدول اللي دخلوا فلوس اللي تكفي باش يعيش سافا باش يحس روحه ما يمدش يده ويخو مصروف ولا كذا ما ستريمينج ومن شويه لايف ويت ستريمينج معناتها سبوتيفاي ديزر اي فلوس راه تتكونفرتها فلوس معناتها بور دير لا فيريتي اكثر من اليوتيوب كريمو تبقى وانا هوني هوني راهو سنة تو تو انت اي تو تو دخلت في الديجيتال عرفتي مش دخلت للديجيتال اما ما نعرفش علاش ما كانتش ركبت لي على اني نعمل باش فيسبوك خاطر بيسكو نعرف مثلا زوكربيرغ قال لك 6% لازمك تسبونسوريزي سينو كان 6% من الكل والا لازم تيلمون انتريسون لدرجه تو وحده كي لعبت انتراكتي يمشي بروبوزيك اكثر ومن بعد اللي ما خدمتش هو اللي باش يجيك قلت لهم فاش تخدم انت ولا لا ما تقولوش اوكي لا في بالهم نخدم في الكوم قلتهم بكري اي ولا يخدم في الكوم معناتها شو يخدم في الكوم وماهوش لهي بالكوم تاع روحه الكوم تاع روحه قصيت 3 سنين الراب 3 سنين ولا في بالي بيك معناتها ريت نيك الزب اللي حكيوا عليها 3 سنين بعدها باش رجعت الفريستايل من بحذا كوكي عاودت رجعت على الخريطة بربي والله حتى خنقول حاجة كونستركتيف باش ما يقولكش جاي جوستي كريتيكي شراوت حق الكوكي اللي هو كان ورا الكولاب مع بوش نقرة جوست للتاريخ كما يقول هو للتاريخ باش حطوا الأمور في طرها راهو كوكي يخدم في خدمة مهبولة بارشا في الراب الدوسي وراهو كان باش يجيب كان نعرف لي بيوريست يحبوه يجيب كان ما يعبر عنه بالريل هيب هوب ولا ريل ام سيز ولا كذا كان باش يعمل كيكا راهو باش يعمل اربع حلقات ويسكر دونك هو عامل بلاتفورم اللي يجي فيها هكا وجهك على المحك كان عجبت في بيها ما عجبتش تحمل مسؤوليتك فما عباد ما تعرفش تحكي فما عباد تدخل الروح تاعو يعتعر عينها وحدها ربي معاهم فهمتني يعطيك الصحه ديك صحه دبليو بي مرحبا بيك لا لا غادي مازلت قاعد معانا تصبح على خير مازلت قاعد باش تنتي باش تحكي سانو في بليزير نحي نحي جيلي طيش غادي خويا ريسبكت كبير ريسبكت سورتو لي برينسيپ نتاعك خاطر كنتي معناتها لي برشا محبه اليوم في الله برشا محبه وبالحق معناتها الكومونتيرات كلها قاعده تشكر وتشوف معناتها المونتاليتي نتاع عابد قاعد انفلونسي فوالا ويخمم بالصحيح معناتها حتى كي يحب يطلع نهار سيوسين يحب يمتع البوبليك يدفع فلوس على خاطره اللي يشوفها قليله برشا شنو اللي بهمت فيه اللي بهمت فيه انه فك الغيبه تاع 3 سنين ورجع انا نقول نورمالمون القدوم ولا الكبار في العمر فيو لي نحكي حكايه ديب ولا سوسيال فهمتني اون رابور مع شنو صاير في الواقع نتاعنا وكل شيء اي با اللي شوكيني انهم الاغلبيه دي جو
اللي ينتراجيو معايا كسوا بار ميساج ولا في الأغلبية صغيرات. الحاجة بها إنهم يفرزوا فهم عبيد بدأت تتفرق شنية معتها مش كيما مديرين المهرجانات. أسمع شهرة شبابية أغن لي 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 هذا يا رابير عنده سكيلز. أسمع مخيبة كي تقال شهرة شبابية تتكزز لي لي يفرقوا في سكيلز راهو يفهم ويحكي لك على الباترنوات ومالتي سيلبل رايمينغ وكذا ويدخلوا ويجوجلي وكذا ريسبي على الاخر وكملوا كيك باه جست ما برجو ليا قبيلي كان اقرا في نفس الكلمات قاعدين يتعادوا في الشات في ما سامحني كيفاش نقولها لك ما تمشي باش تجي في بلاصتها كان فماشي فري ستايل ساكر ونحط سالون والله السيتينغ مش تاع فري ستايل يا هو السيتينغ الحشومه لا الاولاد راني جيت قاعد نحضر وبروشين مو باش تهبط حاجه تبقى السيتينغ لهنا مش تاع تتلانسا بيت وواحد يرابي وانا قاعدين وكل شيء ان شاء الله تجيكم حاجه على قريب سينو راني جيت خاطرني رابخ على الاولاد هذوما وجاي نحب نفسس ونفرقهم نلقى روحي نحكي برشا راب هاي نتعداو ديجا باش نتعداو الملك اللي بعده اعطيني جينجول معنا جينجول مازال باهي يلا باش نوريكم تصويرة مخلوق ايوا وريكم تصويرة مخلوق غادي اي باش ترجع ليكرون غادي تعرفوا ايش كون هذيك لا لا مش ترميل لا لا هذيك اسمها قديمه هي الخبر اما لازمني نحكي عليه برجوليه ما جبتش تروح شباب بارز باس في الشات باش يكابتيوها شكون بخلاف اني زبور اسمها ستيفان ماتو فهمني ولا لا لا في امريكا انا ما عرفتشني اصلا مشاركه في فيك 90 داي فيونسي هذيك اللي مدي سي با لي الريق بتاع ستار اكاديمي يصبر ما هو ستار اكاديمي جابوه بس فيا نعطي في راي امشي نقول حاجه في الاوف امشي نقول له حاجه امشي نقول له حاجه باش نقول له السيد هذاك اللي جات الامريكانيه القروه حمز شو اسمه ليميسيون ما عرفش تي اه امشي نقول 90 دايز فيونسي نقول لك لا لا والله لا في الحكايه دي راني مانيش بثق في الجمله خاطر رافعها على الفيسبوك وما حليتش وما حليتش وما نحبش نحلها على خاطر ظاهره كيما كاش اسمه هذاك تاع زيد نتاع شو اسمه هذاك نتاع نياس ولا شنو اي اي نفس الحكايه عندك فكره الموضوع تعرف ليميسيون لا ليميسيون ليميسيون سمعته في اللوف ليميسيون تعرف الكونسيبت ولا تبدا واحده باش تعرس بوحده ولا العكس يمشي تبدا في بلد بعيده مثلا يجي لتونس مرتي صارت ثانيه امريكانيه تجي لتونس بريف المخلوق هذايا دخلت في شهر في شهر يظل دخل 50,000 دولار حسب رأيك ده مني منيش تذكر الأوف أنت أنا عرفت منيش ما تفكر الأوف عاود تقول الأوف المخلوقة ذيك تبيع في البص متاح تبيع في البص حكوك تبص في الحوكة وتبيع تفسي تتبيع تتبيع المستنى هذيك الفاسيه معناها اي البص اللي خرج فيها انا كل يوم بلاش اي تتبيع بس تبيع ب 30 تتبيع ب 30 دولار الحكه معناها بس 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 معناها انت تشري بتكمان تجيك بس هي بتبيع بس في حكه لكن مانيش مانيش فيش تحطها فيش تنبرها هاي هاي الحكه اللي تعرف حكه ترى تنزل على البيتزا والشاورما طيولي عندك هو السنه اللي هي المشكله فيش عجبتني عجبتني اني ماش تقوح دونك بالحق تبص فيها وكنت تاكل في برشا ماكله فيها فيبر باش تعطيها بالبص مشيت للسبيطار تاع الموت بص مشيت للسبيطار جعبه تهرى مسكين يعني هي تصور روحها وهي ليه 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 جوست تبص في الحكه وتبيع انا تعرف شنو قاعد نخمم شكون يضمن على اساس هي فازه محليها عرفت شكون يضمن انه البصات الكل نتاعها ديجا خاطر دخلت للسبيطار دخلت للسبيطار بالعمال معنا من البص هي تبص فهمني فما شكون كتب ايميسيون ميغديك الوغ شونج دو تيم ليه ليه ماشي مشكلتنا الميميسيون نحن مشكلتنا الفازة هذي كيفاش ولت مشهورة وليت تدخل في فلوس من البص وسيختو كانت سيدة دا يطلع يحكي على الميميسيون بتاع شلبق ليه ليه مش شلبق مش شلبق لا لا مش شلبق فهمتو كابتيت وين يحكي على نايت دايز فيانسي ولا سامي عرب ما علينا دونك شنو صار كي مشيت للسبيطار قالوا له ما عادش تبص نقص من البص فهمني ولا شو وليت تبيع تبيع في تصاور الحقوق نتاعها ان اف تي و على ان اف تي تبيع في ان اف تي وكنت تشري اكثر من تبيع بقداش استنى انت تنجم تحطوني في الاطار تعرفني ما نحيرش ان اف تي كيفاش فسروا ان اف تي انا تو حل جوجل تو ان اف تي وفات تشري تصاور بيكسلات يقول في البي سي ليه خاطر ابريفياسيون هذا كومونتير بي اشطر رابر تونس تبص بلاش والله بليده والله بانش لاين باهي 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 تحية جوردن باهي باهي ياسر شنو اسمه؟ جوردن جوردن هذايا وسبيدري بيتو جوردن هذايا حكي سيدي بسيدك لان فتي تبيع ب 0.05 اتريوم هذايا تبيع تصاور بالكريبتو تحصيل وحكيت ولا مش فاهمها ما عندي على فكرة صغيرة بريف
معناها تطيح لك كعبه نفتي ب 167 اورو. القوه فيش لعبه تشري، لعبه تشري سي سالو ترك لعبه تشري. فما عمني ولد عامين 3 سنين تالي يضلي وحده بيل دلفين بيعت المي بتاع البانو نتاعها. كان في بالي كان شبابنا بيرفير لدرجه هذيك. وتو اي دخل اي ذكرتني دخلت في دومين جديد تبيع في حوايجها مستعمله. سليبات مسخ فيهم لدين نتاعها. في لدين نتاعها. نحب نعرف انا البشريه وين ماشي، وين الفلسه نتاع الريزيت حاب ننزل. ومن بعد تلقى فقر كذا في اكبر تبرع بهم يربح طرف ثواب لا تربحك. ميرسي ياسين صندس اللي فسرت لي شنو هي ان اف تي. فسر لك ان اف تي شنو طلعت؟ مانيش نقول لك والله فسر لي ويعطيك الف صحه. اي قول لي انا منين جبتش فسر لك ما نبش نعطيك معلومه غلط. باهي يا خويا لحظه. نون فنجيبل توكن توكنز يولي تملك كوبي رايت تاع تصاور موزيكا دي كوليكسيون اكسيتيرا. ميرسي ميرسي ياسين. ديجا قاعد نخمم شي نبيع حاجه. انتوري بعبيت ما يحبوش يفسروا لي ياسين ميرسي. ولا ليه ليه لابريفياسيون ما نتذكرهاش مش ما حبيتش. نفنجيبل توكن. فما الف عبد قاعد يتفرج دونك. مرحبا شباب مرحبا. مرحبا بارتاجيو لايف بارتاجيو. دونك هذا ما عرفتش شنو رايك في الموضوع. شباب البشري عندك. افسي وخايتي يعني صح لا لا صح له. لا لا انا ما نحسدهاش راه صح له. بصحتها انا كيقولوا لي يجي جاي بص تخلص نبص. ولا اللي يهمني فمش كنيش نبيع. ليه قاعد نحب ندخل في مخ مع السيد اللي واه كان نستنشق بس ستيفان كلي ستيفاني باتو مع من شهوات ولا سليب مسخ نتاعها. ليه ويقط عليه قديش قلت فما نحوسوا على نحكي وترد على 100 دولار ملا لا انا التصويره هذيك وكتيبه هكا على على ذكرتي فما لايف طفله هكا 100 دولار تبيت مع وحده تشبه لستيفاني ويدي بصصها ولا كيفاش معناتها ليه قاعد نحب نلقى لوجيك فهمت اي 100 دولار معناتها مش لكش فك ايميسيون تنيك معناتها ترد مش نورمال مش تغني ولا حاجه والله بس كيم كارداشيان قالوا برا ما يسالش شو 280000 معناتها ما مش كون يشري نبيع التصويرة هذيك وفوقها كتير ذكرتني بتصويرة هي ميم واحدة عاملة لايف والكومنتريت هي تحكم معاري والكومنتريت معاري يغطيه وكو ستوب كلام يا ولد القحبة نحبو شوفو بذلها ستوب كلاب يا ولد القحبة بالقلب خرب ان شاء الله ياسين يقول لنا فما صوت جو به ولا نستنوا ياسين تو يتكلم تو يجاوبنا تمشي برك امشي باه الخبر اللي بعده استنى نقول لك الخبر اللي بعد اللي بعده مش الكرش تو نحكيوا عليه من بعد هذا الخبر تو نتشعلوا بعد ذكرون سي تري امبورتون كرشي كرشي باش تفرح باش تفرح هو لا هذاك تعرفوه شكون مايك تايسون حسب رايك شنو الحيوان المفضل نتاع مايك تايسون نعرف انه في تومبكو في البرايم نتاعو ربى نمر اما شنو هو الحيوان فما حيوان يعشقو من صغير ومن الحمام كان يربي الحمام خليه فهمكم قرب الميكرو شنو يولي فما يكون كان يربي الحمام و يعطيك الصحه ايبا ما كتاز طلع مغروب الحمام غرام كبير ما نعرفش المعلومه اما شنو صارت غيسامو مات له حمامته المفضله ماتت حتى في صندوق في بالو شدفنها يخطع عدى زبال هزها مشى يجي نيكوبوني صورتي تخدم روحك ينيك كوبوني مايك تايسون بالور اي ولا شامبيون دو موند روتريتي نحكيو على 5 سنين معناها اي الراجل تحكاورة تفسخ قالك قالك كلمه فيه تو في البرزخ ديريكت مشتش الحبس عليه يضل لي يضل لي شقيت في الخبر صور هذاش خاطر يخدم على روحه مايك تايسون زاد تو قاعد اكسبلوري في الموبقات بنواحة كيف التومبو تو في عمره في تومكو كان مغروم بالكوكا ما تبوستي هي ليجو وتبوستي هو توا ولا امبل شو يعمل لك الاكسبيريونس اللي تصير في المكسيك يتكيفوا خرمه سبستانس تصيبها جرانا تو روحك تخرج وتبدا ترى في بدنك ملتوخ غاديك ردته متواضع الفازة كيفاش لو فيت انه كل ميسكل هذاك الكل وقت طغيان وكل واحد لا حول لك ولا قوه مده 20 دقيقه تشوف في بدنك متكي بجنبك وانت خويا بعدها قال عملها 16 مرة ديجا وبعدها ولا يحس في روحه تفشى فهمتني ولا ويعي بانتوراجه أكثر ولا يعمل فك التبرعات ويعاون في الفقراء اتسترا اتسترا لما فست الزبال طيحت كل شيء في البيت وحكاية زادة اللي هو أول عرك عملها في حياته خطر سيد قتل حمامته قتل حمامة معه ملا يا أخي من وقتها برامو اكتشف محبته للبوكس اللي صارت في الحلقة الأولى نتاع يويو هاكوشو هذيك ما قدرتش تعملها معناها باي ذا واي هاجيمينو إيبو راهو إيبو الديمبسي رول كان يخدم فيها مايك تايز قالوها مايك تايز قالوا ضربة مفردة نتاع مايك تايز
وي لي تتباسكولي والبوان تاعك يهز البوني. بول انستون هذا اش عندنا بزايز اما باش نكملوا في التدريب باش نرجعوكم الفصل الكريش. اون فيت هبطت ايتود عندها برشا من سبتمبر اكتشفتها غير سامو. حسب رايكم شنو هي باهي الكريش في العامه معنا. لا لا في العامه مش شنو هي توفر حاجه قشده الرمان قال لك لا 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 ما كومش فاهمين السؤال. تبدا عندك كريش تولي بيرفورمون فيش مصارعة الحرة لا تولي بيرفورمان في الفرش. لا لا ما نوافقش. فما اتيود عاملين على 200 كوباي يبقى قال لك اون فيت الذكورة سيكريتي واللي عندهم كرايش سيكريتي هرمون ما نحبش نقرا اسمها من نطقوا بالغلطة مش نقراه استراديديول قال لك هذا هرمون فيمينين كوكيب دونك ترقص لك شوية في الرجولية بشوية طول أكثر دونك قد ما عندك كرش قد ما اقل في حوليه قد ما خير الاولاد. لا 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 هاي شكريت انا نحكي لكم شكريت ماشي اللي عندي انا خويا ترينا يخدم برشا سكوات وسبرينت وكذا التستوستيرون يولي على عجله تولي حتى كي تكمل الاول تتعدى للثاني. هاي هذاك قهوه هاي تولي مش من الاول تتحسب هاي هذاك الفرق هاي مش باين الاخر يبين من الاول. لا لا شد من الاول قول لك قهوه استنى عاد مازلنا كي بدينا يا وجيك وي حل اخر معناتها وعينك ميزان تحب تعمل كرش عليك بال لا لا انا نصور انا من الدروج تاع البوبلي نحب نحل الكرش الدروج البوبلي يهدك يرجعك 5 سنين لتلي تقول انا عندي عمري كعبت البيره اللي شربته دامه ووجدي بشوالي ويتريني وزاد راه اي وي انت تقعد تقرا في الحكايه بفائده فوائد الكرش مو اقل الفوائد تعبت ما عندوش كرش زاده ما كون شويه عندك ايه معايد ما وقعد الرمي في الشبل لا لا جوي به الحمد لله ربي فهمني ولا ايه انا عجبني فما حكيم من قبيله عيط لي كل الناس كلهم جنبو يا جاي اي يا مو اسال فكرتك تو كان قيد جاوبت ونجاوبك باه سورسو كمان فكره فقره بزايز فكره سامي الفهري فكره بزايز نجمو نتعداو صديقنا المهم ياسر غالي وطلق وي يا سيدي مرحبا شو يا ولدي عادينا الجمعة اللي فاتنا لا مش الجمعة اللي فات اللي قبلها اللي يتعدى عنده عام عنده عام هذاك ما تفرجت فينا والله العظيم تفرجت ما كيش عرفت لي انا انت قرزت وان بانش مان وانت تحكي عنده سنين هلا وانت مرة جدا اي ولكن قديم بالنسبه وانت مرة تحكي على سوبر بوفوار وما وفقتكش فيش ترى وليه وقرزت باتمان انت شبيه باتمان قرفت وانتي معناتها شنو البوار نتاعو لا نحبو باتمان باتمان من اكثر لي سوبر هيرو وما مكتوب بالكدا نمشي ناخذ لك سكرين شوت خذ سكرين شوت انا كره سوبرمان اباي سوبرمان كرز من سوبرمان سوبرمان مكرز ياسر بوفار كتبو ولايت صغير يطير ويهز بلانيت كامله بعد يكركر 15000 بلانيت ويعطيك بونيا يعمل 17000 سوبر نوفا يزي بلا كحب ويموت بالكريبتونيت يموت بالكريبتونيت يموت بكعبه حجره كي تحط له في جابه ويتوفى فما فازه عجبتني في المان اوف ستيل الفيلم تاع سوبرمان الاخراني الحاجه اللي عجبتني تاع زاك زنايدر على خاطر اي كاسح المخرج هذاك ساعة عملوا ما يبديش رد باله كي امه دخلت في اللعبه ما عادش يرد باله ولا يكسر بلاص وكذا دونك عاطي على المونغا على الاخر الفازه اللي هما يقولوا راه سوبرمان شد روحه في التاريخ بدا ديما شد روحه والحاجه الثانيه اكفست الكريبتونيت الاخضر ويضعف كدوب ما قلقته ومن بعد صح ستار لا لا سوبرمان عندي مشكله مع كتبته حتى برجع بدي يقول لك ياسر كبيرسوناج يسمى سكوت معني منظم فهمت يعرف روحه فيش يحب باتمان سي ان بيرسوناج تحسه عنده مشاكل عنده دي ديليم ورو مكتوب القديف فما برود متاع فيلم مبنية على تيوري ما سميهوش سوبرمان خاطر مش تبع دي سي اما تخيلوا كان جاء واحد بمخ عادي ويلقى روحه عنده لي بوفر تاع سوبرمان بس مشي هبل يا دي هاو ضرب طياره ترشنيه وهو كذا هو فرخ صغير راهو ورا التيوري مبنيه على كان جاب بالرسمي فما واحد عنده بوفر هذاك راهي الارض هو احسن حاجه الفاز هذايا شو اسمه المانجا تاع بوكونو هيرو بوكونو هيرو يسرقوا الفازا انه لومانيتي محصوره بالقانون ما عندهمش الحق يستعملوا لي بوفر نتاعهم معناتها ترى واحد قاعد يتغر ما عندكش الحق تستعمل بوفرك ما تمشي بوفرك لازم تفسخ السيد اللي يتغر لك اموا كنت تسد السوبر هيرو خاطر كتسايب باللعب تلعب تنكرهم طيب كل العبات ولا تلبز وذي فازا يسرقوا بوكونو هيرو معناها غوفرنمون ما يفادلكش بالحكايه ما يمنيش فيك عندك ادخل ترينا بعد تردك سوبر هيرو باش تنجم تعاون العبات
دونك دونك الفاز هذيك ياسر قوي كي تبدا عندك بيرسوناج وتعرف تكتبه. مثلا علاش لعبت تحب سونغوكو تحب فيجيتا اكثر من سونغوكو؟ لا انا سونغوكو اكثر بالحق. سونغوكو مثلا من اللي بدا المانجا ما تبدلش، هو بيدو منظم يعرف واش يحب واش ما يحبش. بون هما ننحوا معناتها بجونتيي سوبر لي سوبر ما دخلش عليه عادي هذاك. اما فيجيتا تطور تطور تطرف يتطور معناتها بول نتاع حسد وكره وغيره ايه ما تحسر في الاخر. ومرته في الاخر ريت حتى كي تعبيه ولا جي تي مرته عملت طونتين باش نجم يعملها هي من بعد حسن ما نحسبوش جي تي نحكيو زيد. زيد حسن في اخر كلمه قال سونكو امنت بيك راك انت الاول اكا قال ما نجمش ما نجمتكش انت اقوى مني اكا وتقف غادي امن بها ولا عايش بها ونجاوبها ما عايش قارنو فيجيتا بساسكي فرق كبير فرق كبير يا ودي ساسكي مرش مش مرش ايه والله هذا العكس كان صار كان جي اي واحد فرق هكاك يتصرف تعرف احسن حاجه شنو هي انتم قاعدين تحكيوا على ساسكي في قالي قلت لك وي اوكي باهي باهي اوكي نجمو نبداو الميل الاولاني قصير وسامبل وافيكاس مسيو لا 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 خشوف انت عم تتبعش لا انور خش اكزيست لو نو فما عمري عندي برشا مليتش صحيت يا فوالا ثانية صحيحة ولا ثالثة؟ ثالثة تحمد باهي الميل قصير ياسر كتب جوست لانتيتولي نتاعو بريك اب كتب سلام جيسبر كو فوزالي بيان جد هميت يا قالت لي ما عادش نحكيو مع بعضنا خير كورديالمون سان جد هميت خير